ويا مساء الخير على جيش كوين فري. كان لازم طبعا بعد الغيبة ديت في رمضان ارجع لك بهدية حلوة من هدايا اخطف واجري. موقع النهاردة خلينا بس نركز فيه شوية عشان ده موقع لسه جديد وهيكون هبرة كويسة جدا للناس كلها. في طريقتين للربح عشان هلخص عليك، انت عارف بقى سهرة رمضان يا ابو الصحاب. الطريقة الاولى بتكون مش عايز اقول لك مضمونة 99%، انا هخليك انت تتفرج بنفسك وتحكم، القرار بيحكم بيرجع ليك، لان انا هنا بشرح تجربتي الشخصية. فالطريقة ديت مش عايز اقول لك، هتشوفها دلوقتي في الفيديو. الطريقة التانية كالمعتاد من الارقام، بس مش هركز عليها قوي يا ابو الصحاب. بالاضافة كمان لكل الناس بياخدوا بونص مجاني بمجرد ما بتسجل، تقدر انك انت تسحبه بمجرد ما انت تكسب. والطريقة طبعا الاولى اللي احنا بنحكيها دلوقتي ممكن تكسب منها، هنشوف دلوقتي كل حاجة مع بعض في الفيديو. بالنسبة للهدايا بتاعت اخر فيديو هنختارها من اخر فيديو عشان كانت في تعليقات كثيرة جدا، مش هنختارها من الفيديو القديم. فكل حاجة هتظهر قدام حضرتك في الشاشة بيكون 10 اعضاء، لو اسم حضرتك ظهر منهم مبروك عليك $5، ولكن احنا في رمضان بنوزعها $10. ما تنساش يا ابو الصحاب تعمل لايك وتعالى اشرح لك كالمعتاد. لا طبعا رابط الموقع موجود في كل حتة، موجود في الوصف وموجود في اول تعليق. عشان تسجل في الموقع طريقة التسجيل سلسة وسهلة جدا، هتلاقي بيقولك حضرتك بتكسب ما بين دولار ولحد دولار ونص مجاني. عشان تسجل بتيجي هنا في الاسفل على الشمال، لو انت بالعربي هتلاقي على اليمين حساب جديد، وبتلاقي حضرتك هنا طريقة التسجيل. بتغير لوحة المفتاح، بتخلي مفتاح بلدك وبتكتب رقم تليفونك وبعد كده اسمك وبعد كده الباسورد مرتين. هتقول لحضرتك طب انا رقم تليفوني مش موجود، عادي اختار اي بلد واكتب رقم تليفونك هيقبل منك التسجيل يا ابو الصحاب. هنا تلاقي الرساله بتقول لك مبروك عليك هتكسب ما بين دولار و9 سنت لحد دولار و59 سنت. هتقول له استلمها، بيقول لك هتستلمها يا اما على باير او على تورست والد، محفظه تورست والد، فشوف المناسب لحضرتك ايه واستلمها عليهم. انت بمجرد بس ما بتجيب العنوان اللي هتسحب عليه، بمجرد ما بتحطه بتلاقي طبعا الرصيد راح لك مباشر على الحساب بتاعك، وهتشوف دلوقتي احنا هنستخدمه ازاي. وبالمناسبة المكان اللي انت هتسحب عليه سواء كان باير او تورست والد او عنوان TRC20 من اي محفظة، سواء كان بقى من بيبنانسي او من اي مكان، المهم عنوان الدولار على شبكة ترون، ده العنوان بقى اللي انت هتسحب عليه يا ابو الصحاب لما تشوف دلوقتي عملية السحب. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ عشان بس ما توهكش، احنا دلوقتي سجلنا في الموقع ودلوقتي هنشوف طريقة الربح عاملة ازاي. هتلاقي حضرتك هنا سجل في الموقع، وهنا سحب، وهنا ايداع، وهنا اخراج الفلوس اللي احنا اصلا داخلين عشانها يا ابو الصحاب. طيب السحب والايداع بيكون على يا اما باير او على TRC20، مفيش عملة تاني موجودة اللي هي عملة الدولار. تقدر تستخدم عملة TRC او عنوان USDT20 من اي منصة زي ما انا قلت لك. تقدر تبعت عملة الترون او تقدر تبعت عملة الدولار. الحد الادنى للايداع في الموقع بيكون $1، والحد الادنى للسحب من الموقع بيكون $10. بالنسبة لي الكلام اللي انا قلت ده كله هو المهم في انك انت تعرف سواء كنت هتشتغل في الموقع او مش هتشتغل. اللي جاي ده بقى هتلاقي لعب عيال صغيرة وربح لكل الناس، هتشوف دلوقتي قدام حضرتك. اول حاجة هدخل $100، وانا هنا مش بقولك اعمل زي، انا هنا بشرح تجربتي الشخصية، فانا بشرح لك بس طريقة الموقع عاملة ازاي. ده موقع حصري بالمناسبة هتلاقيه موجود اول على كوين فري. هندخل $100، اول حاجة بتستنى القيمة بتاعتك سواء كان $1 $2 $3 $4 $5 $10، والناس العشرة اللي معملوش لايك هيعملوا دلوقتي، وشكرا مقدما على اللايك اللي انت هتخبطه دلوقتي. طيب استنينا لحد ما الرصيد يوصل، هنروح مباشرة على الموقع ونقول له ان احنا عملنا الايداع. منين يا ابو الصحاب؟ هتلاقيها من الاسفل، دوس عليها كده عشان تتاكد عملية انك انت دخلت الفلوس. طبعا انا دوست عليها وما ظهرش الرصيد، هتيجي في الاسفل في التعليقات تقول لي يا عم احمد انا عملت ايداع وما وصلنيش الرصيد. هقول لك روح اعمل ريفرش تحديث للصفحة وهتلاقي الرصيد موجود عندك، ما تقلقش. حتى لو عملت ريفرش وما لقيتش الرصيد موجود، هتصبر بالظبط 5 دقايق وهتلاقي الرصيد موجود عندك، وهتلاقيهم بعتوا لك رسالة بيقول لك ادخل شيك على الرصيد يا ابو الصحاب. ندخل بقى على صفحة اللعبة يا زميلي. عندك هنا اصفر واخضر وازرق. طيب بالنسبة لكل الحاجات ديت بنيجي في الاسفل هنا ونختار العدد اللي احنا هنلعب عليه. بيبدأ من 10 سنت وانت طالع يا ابو الصحاب. وعندك الارقام اهو اخضر وادي الاصفر، وعندك طبعا اللونين مع بعض. في طبعا احمر بس نادر جدا بمجرد ان هو يظهر. على سبيل المثال انا مثلا لو حطيت $100 واخترت اصفر او احمر او ازرق من الثلاث بيضات اللي فوق دولت، خلينا عفوا نقول عليهم بيضات، فانا لو اخترت منهم اي لون من الالوان ديت انا باخد 95% ربح. يعني على سبيل المثال حطيت $100 بترجع لي 100 بتاعتي لو كسبت، وبيرجع لي 95 في الدولار، يعني $95
كمان. هنشوف دلوقتي مع بعض يا ابو الصحاب. على سبيل المثال انا مثلا اخترت الاصفر وحطيت 100 دولار وجيت في الاسفل دوست تاكيد، هستنى الوقت. الشريط ده من فوق بيلف بيقف على الاخضر او على الازرق الالوان او على الاحمر. لو وقف على اللون بتاعك هيظهر لك زي ما ظهر كده قدامك، بيقول لك 195 دولار. دخلت 100 دولار اخدت 195 دولار، ال100 بتاعت اللي انا دخلت بيها وال95 المكسب. طب لو دولار هيبقى دولار و90 سنت، وفي 5 يبقى 195 سنت. نفس الكلام ولكن هنا في المنطقه ديت اللي هي في الثلاث الوان، مش لازم انك انت تكسب بشكل مستمر، ممكن تخسر فلوسك كلها اللي انت دخلت بيها، ولكن برضو بتكسب مبالغ محترمه. فهي دي برضو اللي انا مش جاي اشرحها لك، دي طريقه اللعب اللي هي الثانيه، خليت لك الاولى في الاخر عشان الناس اللي هي بتاخد البهاريز في الاخر يا ابو الصحاب. خلاص الموضوع ده فهمناه. الالوان بنحط رقم بنكسب منه 95%، سواء حطيت 1 دولار 10 دولار 20 دولار، انت وحظك يا ابو الصحاب. انا عملتها 3 مرات برضو كسبت، ما فيش مشكله، ولكن انا مش جاي اركز على شرح اللعبه ديت يا زميلي. فهمت الموضوع عامل ازاي؟ المهم وصلناهم ل 385 بنفس الطريقه اللي هي بتاعه الالوان يا زميلي. لحد دلوقتي احنا لسه ما نزلناش على الارقام. لو نزلنا على الارقام من اسفل كده هتلاقي طبعا عندك من 0 لحد 14 رقم. لو سبيل المثال انا لو حطيت 100 دولار هنا كده وحطيت مثلا رقمين، او انت بمجرد ما بتدوس على الرقم بيقولك هتكسب مثلا 5% 5% على كل الارقام وعلى كل المبالغ. وهنا بقى مفيش خساره، مش عايز اقول لك مفيش خساره عشان الكلام ده ما ينفعش يتقال في اليوتيوب، ولكن ده اللي انت هتشوفه دلوقتي. لو حطيت 1 دولار وعملت رقمين كده كده الرقمين دولت بيجوا في كل الارقام، فانت بتكسب 10 سنت في كل لعبه دولار 10 سنت. طب لو حطيت 100 زي ما انت انا حطيت كده هتكسب 5 دولار، لان هو اصلا الربح بيكون 5% على كل المبلغ. فهمت الموضوع عامل ازاي؟ لان الموضوع ده مش عايز اقول لك مربح لكل الناس او مضمون، ولكن زي ما انت هتشوف ده اصلا قطط الموقع بتاعته. فهمت الفكره عامله ازاي؟ فالناس بقى اللي هتطمع وتلعب في الثلاث الوان ممكن تكسب وممكن تخسر، انما في الارقام بتكون الربح زي ما حضرتك شايف. على سبيل المثال انا لسه داخل دلوقتي ب 100 وهدخل ب 100 كمان، طبعا الربح بيكون 5%. يعني لو حطيت 1 دولار بتاخد 10 سنت، لو حطيت 10 دولار بتاخد نص دولار، لو حطيت 100 دولار بتاخد 5 دولار. طيب هنجرب كده الاعداد اللي احنا قلناها ديت عشان برضو الناس يكون واضح عليها الكلام. هحط 10 دولار زي ما احنا متفقين الربح 5%، فهتاخد دلوقتي ال 10 دولار بتاعتك وال 5% اللي هي بتكون نص دولار. فهمت الفكره عامله ازاي؟ هتقول لي يا عم احمد طب ينفع انا احط 10 دولار وبعد كده اكسب نص دولار واسحب ده؟ اه طبعا مفيش اي مشكله، ما هو الموقع ده شروطه يا ابو الصحاب. طيب لو حطيت 400 دولار في 5% يبقى 20 دولار، على كل 100 5 يبقى 20 دولار. وهنا برضو مش بقول لك اعمل زيي انا، الرصيد كتر عندي بمجرد ما بكتره فبحطه كله فبيزيد 5%. فهي ده بالصحاب فكره الموقع. بالنسبه للموقع ده موقع جديد لسه فاتح جديد جدا، هيقعد معانا تقريبا كده لا يقل عن 5 شهور. 5 شهور زي مواقع التوارك والمواقع دي. فالناس اللي هتستغلوا من اوله مبروك عليكم، الموقع ده هيكسبكم كتير جدا، وطبعا هتجرب وهتشوف بنفسك. اي حاجه انا قلتها في الفيديو بتكون على مسؤوليتي الشخصيه. المواقع اللي زي كده زي ما انت عارف بتكون مربحه جدا، فلو عايز تجرب لازم تعمل بحثك الخاص وتجرب برضو على مسؤوليتك الشخصيه. بالنسبه لعمليه السحب طبعا الفئات اللي قلت لك عليها بيكون في الاول 10، بعد كده بيكون 20 50 وهكذا. وانا ظهر عندي 20 دولار مباشره، ممكن يظهر عندك 20 هيبقى ابتداء عندك من 20 دولار. طيب لو سحبت 100 دولار عفوا 200 دولار هيوصلني 191.80 سنت، لان هم بياخدوا رسوم على باير وعلى تورست والت. فهمت الموضوع عامل ازاي؟ طيب لو سحبت 100 دولار هيوصلني دلوقتي زي ما هو موجود قدامك 95 دولار و80 سنت. يعني برضو لو سحبت 10 دولار هيوصلك منها اقل حاجه. فالفكره انك انت عشان تسحب ال 10 دولار بتاعتك اللي انت كنت لسه بتسالني عليها من شويه لازم تكسب على الاقل 15، عشان وهم بيخصموا منك رسوم تحس بفرق الربح يا ابو الصحاب. وده طبعا حضرتك عندك خلينا 133 في الموقع، يبقى اللي احنا ال 100 اللي دخلناها دي موجوده في الموقع اقدر اخرجها في اي وقت، ولكن عشان تكسب لازم يبقى فيه رصيد كده عشان ما تخرجوش كله، زي خليه العسل ما تاخدش منها كل حاجه عشان يطلع لك يا ابو الصحاب. اصبح دلوقتي خلينا ال 100 دولار بتاعتنا تخرج لنا كل ما احب العب بنفس الطريقه، وضمنت 300 دولار خرجتهم في محفظتي. فهمت الفكره عامله ازاي؟ ده بقى مش عايز اقول لك الربح المضمون، ولكن دي طريقه الربح اللي هتشوفها دلوقتي في الموقع ده واللي احنا هنشتغل عليه من دلوقتي لمده 5 شهور. دي اللايك والحاجات كده شرحت لك كل حاجه، ونشوفك في الجديد على كوين فري.